السلام عليكم. فيديو النهاردة هنشوف فيه ازاي نفك تابلو تويوتا رش عشان نغير تلاجة التكييف. ملحوظة مهمة قبل ما تيجي تفك تابلو اي عربية، لو العربية بتدور بسمارت كي فلازم تطمن او تفك كل الحاجات اللي مش محتاجة ان الكابل يكون راكب قبل ما تفك الكابل وتبتدي شغل. عندنا هنا مسمارين دول عايزين نفكهم، العربية دي بسمارت، ف لو فكينا الكابل والتار عملت لوك مش هنعرف نلففها كده. فقبل ما نشيل الكابل بتاع البطارية ونبتدي شغل هنفك المسمارين. تاني زي الناحية التانية. كده احنا بقى مستعدين نشيل الكابل عادي، مفيش اي مشكلة. نفك هنا المواسير بتاعت الفريون والخرافيم بتاعت المية. ايوه مشكلة فيها. درج افتح، في شدات في الجنب؟ لا. شد بقى الدرج ايه من تحت. بص 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 كده من عندك زيها. ادي الدرج اتشال. فك دي يا باشا.
بص بص فيها كويس. ايوه دوس بايدك مع الكليبسه واحده واحده. مشكله العربيه دي انها ما فيهاش فلتر بس ليها مكان اهو. فاحنا بقى هنشق بعد ما نخلص ان شاء الله ونركب له فلتر. دول راكبين كبس. بص الكليبسات عكس. مية مرته. انا زيها. اهلا حالا. فيه. انا عندنا نزوم. مكره بالقماش قوي. ها؟ على ده مكره. طارت. والله طارت. ما شاء الله راحوا جنب بعض. هتعوز تتفك السريم ده سيب فين تجي ورا خالص شيل البلبس. مش لازم بقى ايه يعني دي فيها فيشه ورا مش لازم افكها انا مش محتاجها كده كده انت واصله لك يعني انا مش عايز ده في حاجه ضغطة ارمي كده انا ما حرفه طلع ماشي خدش حاجه ودي بتاع ده راكب تركيب بس ما ده مش راكب عادي. فكر بقى.
كليبسات والله يا ابني بكليبسات عشان بالله كل شرك عامل كده العربية كلها كبس. بص بقى العدادات مصامير العدادات اهي واهي امسك ده كده عشان اكلم بس على التليفون مفيش حاجه لما تقول لي ها
يا كليبس اسحب لبره. خليك شادد انت. لما تيجي تسقط ان مفيش سلك هيبقى مشدود. اطلع عني. حسب دراع.
فك ده. بص في حتة حديدة فين. فك فك. Okay.
افتح المحفظه من جوه. لا حضرتك فاهم غلط، ده الظهر مش الوش. بقول لك برضه محفظه من الظهر. يا لهوي، بص بص المنظر، ادي منظر التلاجه. افتح يا معلم. يا نهار اسود، ايه ده؟ في عفونه جوه. استنى استنى، فك الحساس، فك الحساس، فك الحساس يا اسحب، اسحبه بايديك بايديك. يا نهار اسود، ايه ده؟ ايه ده؟ ده مدار معفن. انا اول مره اشوف الثلاجه دي. بس 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 عز بلاك بلاك. ودي الثلاجه الجديده اللي ركبت مكانها، وده الشكل بعد ما قفلنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم.